إني لأرجو يا مولاي أن ترضى عن طاهر بن الحسين ولا تجد عليه، فهو رجل مستقل بذاته، ميمون النقيبة، طالعه النصر ونصره لك. إني والله راض من أخمصي حتى مفرقي عن الطاهر بن الحسين، ولن يصله مني إلا ما يحب ويرضى، فإني أعلم الناس به وبتدبيره، وقد فوضت إليه أمر الحرب، وأن يجري الأرزاق التي يستولي عليها بإذن الله عليه وعلى قادته وجنده وآلة حربه. فالسلام على الطاهر بن الحسين ذي اليمينين وصاحب حبل الدين. تمنيت من حب علية أننا على رمث في البحر ليس لنا وفرو، فنقضي هم النفس في غير رقبة، ويغرق من نخشى نميمته البحر. مولاي اخرج، وربي البيت لا يقطعن احد علينا خلوتنا، لاضربن عنقه. بالله عليك يا عمه اكمل اكمل. قال لك الا يدخل اليه احد الا وقد ضرب عنقه. ويحه ويحه، ايدري اي بلاء قد حل به؟ كاد يقتلني يا مولاي. انصرف انصرف. وهو في حمقه وتجبره يفعلها والله. ما الحيلة؟ ولما؟ تالله فليدعو الله أن تخلص لأخيه المأمون. يا حب ليلى قد بلغت بي المدى، وزدت على ما ليس يبلغه الدهر. ويا حبها زدني جوا كل ليلة، ويا سلوة الأيام موعدك الحشر. هجرتك يا عمة؟ آخ آخ آخ. أكمل أكمل. يا غلام أمرك مولاي. حينما يصحو هذا المعتوه، حينما يفيق هذا الملتاع من سكره وعشقه، أخبره أن جيشه أبيد، وأن قائده علي بن عيسى بن مهان قد اهتز عنقه ورمي في حجر أخيه المأمون. أفهمت؟ أمرك مولاي. انصرف. هجرتك حتى قلت لا يعرف القلا، هجرتك حتى قلت لا يعرف القلا، وزرتك حتى قلت ليس له صبر. فيا حبذا الأحياء ما دمت فيهم، ويا حبذا الأموات
القبر. عماه، خذ شطر ملكي واعطني ما وهبك الله من جمال الصوت. إنك تزري بهارون الذي ينفث سحرا. أعيذك من ذلك يا أمير المؤمنين. أما والدي فقد كان مستعدا لبيع ملكه كله ببولة خلاء واحدة. صن ذكرى أبيك الرشيد الفذ يا أمير المؤمنين. ويحك يا عماه، لقد كانت هذه القاعة ملأى بالخاصة والأمراء والقادة. إذ طلب شربة ماء فقال له ابن السماك الزاهد: أسألك بالله يا أمير المؤمنين، إذا منعت هذه الشربة بكم كنت تشتريها؟ فقال له أبي الرشيد: بنصف ملكي. وإذ شرب فقال له ابن السماك: اشربها هنأك الله. ولما شربها قال له ابن السماك: أسألك يا أمير المؤمنين، لو امتنعت من خروجها بكم كنت تشتري خروجها؟ فقال له الرشيد: بالنصف الآخر من ملكي. فابتسم ابن السماك قائلا: إن ملكا قيمته شربة ماء وبولة لجدير ألا ينافس فيه. فبكى أخي الرشيد رحمه الله بكاء شديدا. السلام عليك يا ابن رسول الله. وعليك السلام. إنما أردت أن أسألك غير مرة، لكن هيبتك كانت تمنعني، فهل لا يرحمك الله تجيبني؟ سل يرحمك الله. أنتم مكرمون من الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. جعلت فداك، فهل فيها عصمة لآل بيت رسول الله؟ ذلك ما أراده الله سبحانه. الله سبحانه طهرهم وعصمهم، وهم في كتاب الله مطهرون، لا يفعلون الذنوب الكبيرة والصغيرة. فهل فيها دلالة إلى ولايتكم رحمكم الله؟ قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله: صلى الله عليه وآله، إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. جعلت فداك، فهل فيها دلالة بولاية المعصوم؟ سددك الله، إنها من عند الله سبحانه في كتابه المحفوظ وفي حديث نبيه المتواتر المشهور كالمسلمات. لكن من أغلق قلبه وعقله دونها فلن ينالها، ومن فتح الله قلبه نجا. وهل للمعصوم علامة جعلت فداك؟ بلى، للإمام المعصوم علامات، يكون أعلم الناس وأحكم الناس وأتقى الناس وأحلم الناس وأشجع الناس وأسخى الناس وأعبد الناس. والآئمة خلفاء الله في أرضه، من تمسك بهم نجا، ومن جافاهم وخالفهم هلك. عظني يرحمك الله. قال جدي في تفسير قوله تعالى: وكان تحته كنز لهما، أي لوح من ذهب مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، ومن يرى الدنيا وتغيرها بأهلها كيف يركن إليها. وينبغي لمن غفل عن الله ألا يستبطئ الله في رزقه ولا يتهمه في قضائه. الله أعلم أين يضع رسالاته، والله ما خاب من تمسك بحبلكم. يرحمكم الله. ألم يصح بعد؟ أم أنه
أهلا يا أبا عيسى، مهلا. إنك تعرفه، إن غضب فهو أمر عظيم، إنه لا يخشى شيئا فرعوي. إنها أمة، خلافة، دولة، دين، دنيا ومصائر. وما عرف بنو العباس أشد ولعا بالعبث مني، ولكن ليس إلى هذا الحد، ليس إلى هذا الحد. هذا ضياع وتضييع، فإن كان لا يصحو ولا يرغب فلنرى رأينا. نشدتك الله أن تصمت يا أبا عيسى. البشرى يا أمير المؤمنين، البشرى يا مولاي. لا يأتينا ذو الرياستين إلا بما نحب. سليمان بن داود خلع الأمين وبايع أمير المؤمنين المأمون في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. والله إنها البشرى يا ابن سهل. وهل أجابه الناس إلى خلعه وبيعته؟ بلى يا مولاي، بنو هاشم وآل البيت لم يتخلف منهم أحد. والله إن البيعة لي في مكة والمدينة لبشارة النصر. هل علمت أن هذا كله من علي بن موسى بن جعفر؟ ما جاءني خبر بذلك يا مولاي، لكن ما وصلنا في رسالة سليمان بن داود أنه لم يتخلف عن بيعتك أحد، كما أصابهم الغيظ بانتزاع العقد من جوف الكعبة، وفيه الأيمان المغلظة والمواثيق التي لا تخرق، أكابرهم عليه شهود، فخلعوه وبايعوك لانتهاكه حرم الله ونكفه وغدره واشترائه على بيت الله الحرام. فإن لم يبايع علي بن موسى فلا أرى الأمر مهماً. فاتتك نباهتك يا وزيري. السلام عليكم يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام. ما لكم جميعا يرحمكم الله وكأن على رؤوسكم الطير؟ فاتتك ليلة يا أخي تحصل مرة واحدة في العمر. صبوا في حجر عمي إبراهيم ملأه ذهبا، فوالله لو لم ينجب بنو العباس سواه لكفاهم. لعله هزم طاهر ابن الحسين. لا يا صالح، له إنه أعظم من هذا. إن طاهرا لا يهزم، ولقد أخبرت الفضل بن الربيع إن طاهرا لا يهزم. فكيف إذ أرسلنا ابن ماهان؟ لكأني بأحدهم وقد دل عليه طاهر فأثبتها في عنقه. الله يا أمير المؤمنين، لعلك علمت. لا، ولكن الأمر لا يكون إلا كما قلته لكم. لكأني برأسه محمولة على طبق وقد كشف عنها أخي عبد الله فسجد شكرا لله، فإني لا أعرف أحدا على ظهرها أحرص منه على الملك. نشدتك الله، ألم يحدثك أحد بهذا؟ يا عم، تجهلون أم تتجاهلون؟ هل أذكركم؟ تذكرنا بماذا؟ يوم بايع جدي أبو جعفر لجدي المهدي بولاية العهد، فوجم بنو العباس فقال لهم لا، ليس هذا، ليس هذا الذي تحصل الفتنة في زمنه فيقتله أخوه وتحمل إليه رأسه. ما كتب قد كتب، فأنا هو. يا حسين، كن صاحب شرطتنا وقائد جند الأنبار كما كان أبوك. يا غلام، اتبعني بقصبتي. إلى أين يا ابن أبي؟ فاتك ما جرى البارحة، فوالله لو أجدت صوتا واحدا مما سمعته من عمك لنزلت له عن شطر ملكي. مولاي، ثمة أمور لا بد من أن نذاكرها، فالأمر جلل والآتي أعظم. لما سميتك مدبرا لمملكتي؟ ألست من اقترح علي ابن ماهان قائدا للجيش؟ ألست من أشار إلي بخلع أخي عبد الله؟ ألست من أرسل خاصة القصر فجاءوا بعهد الرشيد فأحرقته أمامك؟ ألست من أقنع أبي بقتل جعفر بن يحيى؟ كانوا أعداءك يا مولاي وموالي أخيك. بلى، وهل كل من والى أخي يجب أن يموت؟ اسمعوا يا بني هاشم، لأرمين عبد الله بأمر يبقيه مسهدا،
يضرب جبهته بيديه ويقطع شفتيه من الغيظ. ويح أخي ما أحمقه. الحقوا بقصبته يا غلام. إن اصطاد طاهر بن ماهان أترك الصيد في دجلة. ورب الكعبة هنيئا لك يا أخي محمد. الدنيا ما تهون يا صالح، إن عشتها ساعة أو عشتها دهرا فعشها أو دع. كنت أحدثك عن علي بن موسى وسألتني وإن لم يبايعك. بلى يا مولاي، وقلت فاتتك نباهتك. ما إن بدأت بالحديث إلى أهل خراسان عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حتى اندفعوا إلي بقلوبهم قبل عقولهم، أما علمت؟ بلى والله، وهذا مشهور في فارس ولا ينكره أحد. فما الذي نبغيه ونسعى إليه يا ذا الرياستين؟ الخلافة، بل الملك. الملك يا فضل، الخلافة منهم ولهم، أما الملك فلمن غلب وكنا نحن من غلب. ولن يستقر حكمي أو تصف خلافتي إلا إن بايعني علي بن موسى. فاتني ذلك يا مولاي. ويح بني العباس، كيف عدلوا عنك بأخيك؟ وأين هو منك؟ ما كان الأمين أحمقا كما كانوا يتوهمون، وإنما هو علم نزل على أبناء عمومنا مما خصهم به رسول الله صلى الله عليه وآله، والأمين يعرفه كما أعرفه. يا أبا الحسن يا ابن أخي، لقد بايع وجوه الناس للمأمون بن الرشيد ولم يبقى أحد غيرك، وقد ضج الناس مما يقول من إجلال لجدنا، فهو يقول على رأس المنبر: أمير المؤمنين علي خير البشر بعد رسول الله، لا ينكر ذلك إلا مراء أو مارق، فلما لا تبايع له؟ هذا العجب يا عم، آل بيتك يعدون للثورة ويحرضون لانتزاعها منهم، وأنت تقول لي لما لا تبايع؟ أتذكرون حديث أمير المؤمنين ابن عباس؟ أفدنا به يا مولاي، فمثلك من أفاد. كان عبد الله بن عباس يؤمل الآمال على ولاية أمير المؤمنين، فأدرك جدي ذلك فقال له وقدم له نعلة وكانت من ليف، فقال أمير المؤمنين: يا ابن عباس، ما قيمة هذا النعل؟ فقال ابن عباس: لا قيمة له يا أمير المؤمنين. فانبر الإمام قائلا: إنه خير من خلافتكم هذه، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. فهل ترى في زماننا يا عماه من يخرج ولا يقبل إلا بإمامة كهذه؟ لا والله يا ابن أخي. فعلام نقاتلهم إذن؟ على سلطان لا يساوي شراك النعل؟ فإن قدر أحد ما أن يقيم حقا ويدفع باطلا، نسفك دماءنا بين يديه ولا نبالي. ولكن يا عماه ماذا أقول؟ قل يا أبا الحسن، قل يا ابن أخي. ليس هذا زمانه وما أنا أوانه. كبر ولدك، بلغ 3 سنوات ونيف. هلم إلي يا حبيبي، أسرع به يا موفق. كم تكرمه يا أبا الحسن، قد تفسده بدلالك. صنه الله من الفساد. أما تروي حديث جدك رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أي حديث؟ أنا أحفظ الكثير عن جد المصطفى صلى الله عليه وآله،
حديث جدي عن ابن خيرة الإماء النبوية طيبة الفم المنتجة للرحم. الله، إنه هو، هو والله إنه هو، هو يا عم. ألا تروي حديث أبيك عليه السلام؟ حدثني به يا مولاي، فإني أروي له الكثير من الأحاديث. كنت غلاماً، وكان جدي الصادق عليه السلام بين خاصته من أصحابه. كنا نجلس في ذلك المجلس، وقال لهم: استوصوا بموسى بن خيراً فإنه أفضل ولدي، ومن أخلف بعدي وهو القائم والحجة لله على خلقه من بعد. صدقت والله، ولك أنك كنت حاضرا وقد نص عليك أخي موسى الكتاب وأوصاني بك، وقال لي: يا علي، هذا صاحبك وهو بمنزلتي من أبي. فعرفت حقك وبايعتك وعرفت إمامتك يا عماه. وهذا والله ابن محمد الذي بشر به رسول الله، وهو القائم بالأمر بعدي، ونص عليه في الصحيفة التي أنزلها جبريل لنبي الله صلى الله عليه وآله، فاحفظ حقه. إن بقيت إلى أن يقوم بها سأقر له، جعلت فداه، ولكنني أكبر منك سناً، وإن شاء الله تبقى بعدي ترعاه وتحفظه. والها في علي، إن بقائي معه قليل. حسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فاعلم أنني بعدما هزمت ابن مهان سحت في كور الري أسد سلمها وأرتق من فتق منها وأولف من نفر من رعيتها. وقد علمت أن مقتل ابن مهان قد فت في عضد ابن الربيع، وترك عابث بغداد في حيرة لا يدري ماذا يفعل، فانتخب جيشا ثانيا يقوده أمير حرب مجرب شهير مقدام هو عبد الرحمن بن جبلة الأنباري، فتحصن في همدان ومعه 20,000 ومعهم من بقي من جيش ابن مهان، فاقتتلنا أمام أسوار همدان قتالا شديدا خشيت منه. ثم جلى كل ذاك عن طلب الأمان بعدما قاتلونا قتال الأبطال الشجعان، فقبلت منهم. فالجيوش لا تقاتل بالشجاعة فحسب، بل بحسن الطالع أيضا. صدق طاهر، الجيوش لا تنتصر بالخبرة والشجاعة فحسب، بل بحسن الطالع. ليتك كنت خالصا لي يا طاهر. أود أن أسألك يا مولاي عما عزمت عليه بشأن ابن عمك علي بن موسى. لن أكون خليفة ما لم يبايعني الرضا، فأنا فرد، بنو العباس ضدي، وآل البيت لا يثقون بعباسي. لعلك عزمت على أمر يا مولاي. اكتب، اكتب إلى أخي عبد الله: لا تفخرن عليك بعد بقية، والفخر يكمل للفتى المتكامل، وإذا تطاولت الرجال بفضلها فاربع، فإنك لست بالمتطاول. أعطاك ربك ما هويت، وإنما تلقى خلاف هواك عند مراجلي. أطلقوا عبد الملك بن صالح من سجن الرشيد
وسلموه ولاية الجزيرة، لأنه خبير مجرب إذا أقبلت الدنيا. أعرف لمن هذا يا بهزاد؟ ومن أين لي ذلك يا مولاي؟ إنه لجدك. لجدي؟ بلى والله، كان لأبي مسلم الخرساني فوصل إلى جعفر بن يحيى، وها هو معي الآن وسأدفعه إليك. وماذا سأفعل به يا مولاي؟ تنتقم لجدك أبي مسلم وللوزير جعفر بن يحيى. ممن؟ من الأمين محمد بن زبيدة. وأين سألقاه؟ سأبعث بك إلى طاهر بن الحسين وأرفع شأنك عنده، فكن في خاصته، واجعل دأبك وجدك في محمد بن زبيدة حتى يقع بين يديك، فاقطع رأسه ولا تأخذك به الشفقة، وتذكر جدك أبا مسلم وسيد الفرس وفارسهم يحيى بن خالد وأبناءه، وخاصة فتى الدهر جعفر. لهفي على جعفر ويحهم، نحن ندبر لهم دولهم وهم يقتلوننا. دم على الخنجر، دم جعفر المقتول بأمر الرشيد. والله سأفعل يا مولاي، ودون ذلك دمي. أعرف أين وضعت سري، فلا تأخذنك به رحمة كما فعل أبوه وجده، ولا تهن. أنا السري بن منصور، سيد بني شيبان في العراق، الملقب أبو السرايا. هل كل تميلك أيها الفارس الفذ؟ كل ما تغنموه لكم. نحن لا نقاتل من أجل غنائم فحسب، لكنني علمت أن المأمون يتولى أمير المؤمنين عليا عليه السلام، فجئت بفرساني إليك حبا بآل البيت وولاية لأمير المؤمنين. لنمضي على بركة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت من أهل الكوفة يرحمك الله. أجل أيها السيد الجليل، ومن تكون؟ أنا غريب الكوفة وقتيلها، فمن تكون حماك الله؟ سقى الله أجداثا على طف كربلاء مرابع أمطار من المزنات، صلى على روح الحسين وجسمه طريحا لدى النهرين بالفلوات. وحسرتاه على الحسين وأصحاب الحسين، وحسرتاه على شهيد كربلاء المظلوم. من تكون بحق؟ أكمل يا جابر، أكمل يا خزاعي. أأنسى وهذا النهر يطفح ظامئا قتيلا ومظلوما بغير ترات؟ وقل لابن سعد أبعد الله سعده، ستلقى عذاب النار واللعنات. بلى والله، خصيمه الله ورسوله. سأقنت طول الدهر ما هبت الصبا، وأقنت
بالآصال والغدوات على معشر ضلوا جميعا وضيعوا مقال رسول الله بالشبهات. لا فض فوك يا دعبل، تحمل دمك على كفك. ها أنا لا خائف ولا وجل. أنا محمد بن إبراهيم بن إسماعيل. مرحبا بك يا سيدي. أجئت الكوفة زائرا أم ثائرا؟ بل جئت ثائرا. رافقني رعاك الله. أما بعد، فإني قد نزلت حلوان وأرسلت الطلائع لرصد بغداد بعدما أوقعت بعامل الأمين محمد بن زيد المهلبي في فارس وقتلته، ثم وصلت الكوفة، فبادر أميرها العباس بن موسى الهادي إلى خلع الأمين والبيعة لأمير المؤمنين المأمون، وكذلك فعل المنصور بن الهادي أمير البصرة، ولم يعد دون بغداد مسلحة ولا عسكر. هو الفوز والله. إن كان لدى الأمين من ينصحه يخرج من بغداد إلى الرقة ليحرض العرب على العجم ويحتمي بهم ويصمت أو يبقى هنا في بغداد وهو الظفر إن شاء الله. إن بغداد ليست كغيرها من المعاقل، أرى أن نحاصرها من ثلاث جهات. ينزل هرثمة نهر بين ومعه المعدات والمجانيق، وابن الوضاح ينزل الشماسية، أما زهير ينزل قصر الرقة، وأنا أنزل بباب الأنبار وبساتينه. وما النصر إلا من عند الله. احكموا أمركم وبثوا عيونكم واصبروا وصابروا ولا تدعوا لعدوكم مدخلا إليكم. قبل محمد بن إبراهيم بيعتنا على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. طلبتني مولاي أمير المؤمنين. خالد الهرش مقدم العيارين والشطار، مرحبا بك. لم يبق لي غيرك، فكن معي. أنا معك يا مولاي، لكن لي شروط. شروطك مجابة. أطلق لنا المال والسجناء. أما الأموال فلم يبق عندي سوى آنية من الذهب والفضة، سأدفعها إلى دار السكة فتضرب نقودا. إذن أطلق يدنا في بغداد، نأخذ من أغنيائها ما ينفعنا في حربنا. وهو لك. سترى منا ما يرضيك يا مولاي. بورك فيك، لقد تركني أهل بيتي ولم يبقى غيرك. يا أهل الكوفة، لقد بايعتمونا قديما وها أنتم تبايعون لنا الآن، فادعوا الله سبحانه أن يهدينا إلى سواء السبيل لما فيه خير الأمة، أن يمنحنا النصر على هؤلاء الطغاة المتجبرين المعتدين على حقنا وحقكم، فانهضوا يرحمكم الله. الآن علموا أن المقاتلة ينضمون إلينا، وما أن ينكشف هذا الأمر بين طاغية بغداد وطاغية الري حتى نكون قد استخلصنا منهم البصرة والكوفة ووسط الأنبار والسواد. فأعلنوا أمركم واثبتوا، وليكن شعاركم يا فاطمي يا منصور.
يا فاطمي يا منصور، يا فاطمي يا منصور، يا فاطمي يا منصور. تعال وانظر يا مولاي أمير المؤمنين كيف يقاتل جندك. ليتني اعتمدتهم منذ البدء. أمه؟ ويلي عليك يا فتاي، لم يبق معك إلا الهرج وقدموا العيارين والشطار. مرحبا أم جعفر. دعنا وحدنا أيها المقدم. سمعا وطاع. يا بني، لما لا تخرج وتلحق بديار مضر؟ فات الأوان يا أمه، إن طاهرا يحاصر بغداد ويحيط بها كالسوار في المحصن. وما العمل إذن؟ أمه، لا أدري إن كان أخي سيعتق دمي. وطاهر؟ أفكر بالكتابة إليه، ما رأيك؟ من أمير المؤمنين محمد الأمين إلى طاهر بن الحسين، الآن نعلم أنه ما قام بأمرنا قائم إلا قتلناه، ولك في من مضى أسوة، فخذ لنفسك أو دع. بل آخذ لنفسي وأحتاط لرأسي ولن أدع رأسك. ماذا أيها الأمير؟ هذا الرجل يفكر بالاستسلام، وما أظنه ذاهب إلا إلى هرثمة، فإن وصل إليه نجا. إياك أن يفلت منك. سأنتخب له بعضا من الرجال الأشداء وأجعله في غايتي، لن يفلت مني أبدا. يا نفس قد حق الحذر، أين المفر من القدر؟ كل امرئ مما يخاف ويرتجيه على خطر. من يرتشف صفو الزمان يغص يوما بالكدر.